بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المعصوم قبل النبوة وبعدها، عن الكبائر والصغائر عمدا وخطأ وسهوا سرا وعلانية ظاهرا وباطنا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، المعروف بتفسير الخازن، للإمام أبي الحسين علاء الدين علي بن محمد الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني أن المشركين كانوا يسألون الله في حجهم للدنيا ونعيمها، كانوا يطلبون من الله أي في الحج الدنيا، كانوا يقولون: اللهم أعطنا إبلا وغنما وبقرا وعبيدا وإماء. وكان أحدهم يقوم فيقول: اللهم إن أبي كان عظيم الفئة، كبير الجفنة، كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيته. قال قتادة: هذا الذي يقول هذا الكلام يطلب من الله الدنيا فقط، هذا عبد نيته الدنيا، الذي يذهب إلى الحج ويسأل الله فقط الدنيا ولا يطلب من الله مغفرة ولا جنة ولا أمور الآخرة، يسأل الله يهمه الدنيا. قال: هذا عبد نيته الدنيا، لها أنفق ولها عمل ونصب، تبع تعب أتعب نفسه من أجل الدنيا. وفي البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، عبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، هذا دعاء عليه بالهلاك، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على عبد همته الدنيا، نيته الدنيا، لا يعيش إلا من أجل الدنيا، إن جاءت الدنيا فرح وسكن واطمأن، وإن أعرضت الدنيا عنه بكى وضجر وقلق وخاف وأعرض ونأى. هذا عبد الدنيا، عبد الدرهم والدينار، دعا عليه بالهلاك صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء عليه بالهلاك، وهو الوقوع على الوجه من العثار. والخميصة، تعس عبد الخميصة، قال: والخميصة ثوب من خز أو صوف معلم، وكان هذا يلبسه يعني الناس علية القوم في ذلك الزمان. وقوله وانتكس، هذا دعاء عليه أيضا، لأن من انتكس على رأسه أو في أمره فقد خاب وخسر. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا شيك، هذا فعل ما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول، تقول: شاكته الشوكة إذا دخلت في جسمه. والانتقاش
إخراج الشوكة من الجسم. يعني يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقعت فيه برية ألا يخرجها، ألا يخرجه منها، وإذا شيك فلا انتقش. وإنما كان سؤال المشركين للدينار ولم يطلبوا التوبة والمغفرة ونعيم الآخرة، لأنهم كانوا ينكرون البعث. لذلك عليه الصلاة والسلام دعا على عبد الدينار وعبد الدرهم، لأنه تعامل مع الله عز وجل كما يتعامل منكرو الآخرة ومنكرو البعث، فهذا وكأنه لا يؤمن بالآخرة. لذلك ما سأل الله لا توبة ولا مغفرة ولا عافية ولا آخرة، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالهلاك. وما له في الآخرة من خلاق، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا يعني يسأل الدنيا فقط، آتنا في الدنيا يعني لا يطلب من الله عز وجل إلا الدنيا ومتعلقاتها. وما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة نصيب. ليه؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول هو لا يؤمن بها، والأمر الثاني هو ما طلبها من الله سبحانه وتعالى، ما طلبها. ولو طلب الآخرة من الله لأعطاه الله إياها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فأنت عندما تطلب من الله الجنة والتوبة والرحمة والعافية والمغفرة وغير ذلك، كن على يقين بأن الله سيعطيك. تعامل مع الله عز وجل بأمرين اثنين، تعامل على أنك عبد مأمور بالدعاء، وتعامل مع الله بحسن الظن، لأن الله عز وجل علمنا وأرشدنا ولفت عقولنا وأنظارنا فقال أنا عند ظن عبدي بي. ونحن لا نظن بالله إلا خيرا، بأن يعافينا في الدنيا والآخرة. قال وما له في الآخرة من خلاق، أي وما له في الآخرة من حظ ولا نصيب، لأن همته فقط والعياذ بالله ارتبطت في الدنيا. لذلك أحبابنا المرائي غير المخلص هذا من عبيد الدنيا، وإن صلى وإن صام وإن قرأ القرآن، إن كان يقرأ القرآن من أجل أن يمدح، إن طلب العلم من أجل أن يقال عنه عالم، إن أنفق من أجل أن يقال عنه منفق، إن علم من أجل أن يقال عنه بأنه، هذا عبد دنيا. وإن باشر وأتى بأعمال الآخرة هذا عبد دنيا، هذا يطلب الثناء، يطلب المدح، يطلب المكانة عند الناس، فهذا لا خلاق له والعياذ بالله في الآخرة. ما له في الآخرة من نصيب، لأنه ما عمل للآخرة عملا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا أحبابنا يدفعنا لمراجعة أمورنا، لمراجعة حساباتنا. هل أعمالنا لله؟ هل ما نقوله عندما نتكلم نتكلم لله؟ عندما نتعلم أو نعلم أو نحفظ أو نقرأ أو ندعو إلى آخره، هل هذا كله لله؟ الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الكمال، هذا هو الكمال، أن تسأل الله الدنيا كي تستعين بها على الآخرة. لذلك أحبابنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الدنيا، لا تلعنوا الدنيا. ليه؟ قال لأن الدنيا منها ما هو مطية للآخرة، منها ما هو مطية سبب للآخرة. فالعبد العاقل يسأل الله الدنيا من أجل أن يستعين بها على أمور آخرته، يعني المؤمنين. واعلم أن الله تعالى قسم الداعين فريقين، فريق اقتصروا في الدعاء على طلب الدنيا وهم الكفار، لأنهم كانوا لا يعتقدون البعث والآخرة. فالذي لا يسأل الله إلا الدنيا كأنه هو يقين بالآخرة، ولكن كأنه لا يؤمن بالآخرة. ولو آمن بالآخرة لسعى لها سعيها، ولو آمن بالآخرة
لطلب من الله عز وجل النجاة فيها. والفريق الثاني هم المؤمنون الذين جمعوا في الدعاء بين طلب الدنيا والآخرة، وذلك لأن الإنسان خلق ضعيفا محتاجا، خلق ضعيفا محتاجا لا طاقة له بآلام الدنيا ومتاعبها. فعندما ينزل البلاء بالمسلم، تجد بلاء قد نزل بمسلم ما، فأنت تتعجب من صبره واحتماله على الكرب المتوالية عليه. نحن الآن نرى كربا وبلاء ورزايا ومصائب تتوالى على إخواننا وأهلينا وأحبتنا في غزة، ننظر إليهم من بعيد نخجل، ما هو هذا، ما يعني ما هذا، ما عظمة، ما هي ماهية هذا الإيمان الذي يتمتعون به. طبعا هم لا يصبرون إلا بمدد من الله سبحانه وتعالى، وإلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى. وهذا سلاح يمن الله به على الخواص من عباده، سلاح لا يناله أي إنسان ولا يقدر عليه أي إنسان، إنما يمن الله به على الخواص من عباده، كي تحتار العقول بإيمانهم وصبرهم وحولهم وقوتهم، فتقف العقول عاجزة عن إدراك أحوالهم، وذلك لأن الله أمدهم. لاحظ قال: وذلك لأن الإنسان خلق ضعيفا محتاجا لا طاقة له بآلام الدنيا ومتاعبها، فالأولى له أن يستعيذ بالله من شرها وآلامها، لأنه لو اضطرب على الإنسان عرق من عروقه لشوش عليه حياته في الدنيا، وتعطل عن الاشتغال بطاعة الله تعالى. فثبت بذلك أن طلب الدنيا في الدعاء من أمر الدين، هو من أمر الدين، عندما تسأل الله شيئا من أمور الدنيا كي تستعين بها على الآخرة فهذا من الدين. فلذلك قال الله تعالى إخبارا عن المؤمنين: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قيل إن الحسنة المراد في هذه الآية، قيل إن الحسنة في الدنيا عبارة عن الصحة والأمن والكفاية والتوفيق إلى الخير والنصر على الأعداء والولد الصالح والزوجة الصالحة، هذه هي الحسنة في الدنيا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. لاحظ، وقيل الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، فأنت إن أعطاك الله علما في الدنيا وأتبعت هذا العلم بالعمل فهذه هي حسنة الدنيا، العلم والعمل. أما إذا كان علم بلا عمل هذا حجة عليك يوم القيامة والعياذ بالله، علم وعمل. وفي الآخرة الجنة التي هي ثمرة العلم والعمل. وقيل الحسنة في الدنيا الرزق الحلال والعمل الصالح، وفي الآخرة المغفرة والثواب. وقيل من آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلا، زوجة يعني وأولادا ومالا، فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. ولا مانع أن يراد بالحسنة كل هذه المعاني، أن يراد بهذه الحسنة كل هذه المعاني. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: ربنا آتنا في الدنيا، اللهم آتنا في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يدعو بهذا الدعاء وقت الطواف صلى الله عليه وآله وسلم، ويكثر منه. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، يعني كان مريضا
وذهب لزيارته. قد خف يعني كان سمينا ثم صار نحيلا ضعيفا فصار مثل الفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، ما أحد منا يستطيع عذاب الله. لو سلط الله عليك حصل البول، إيش تفعل أنت؟ يعني هل ما أحد يستطيع ذلك؟ أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدع الله به فشفاه. لاحظ هذا الحديث أين؟ في صحيح مسلم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا من أن الأدعية التي يرجى الشفاء فيها للمرضى أن يدعو المريض هو ويكثر: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثر أيها المريض من هذا الدعاء، وحسن الظن بالله، وحسن الظن بالله. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا، لاحظ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي أن نكثر أحبابنا من هذا الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرجه أبو داود. لاحظ الآن النتيجة وتأمل. قال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أنت وأنا وهو وهي وجميعنا، لكل واحد نصيب مما كسب، نصيب مما كسب. فعملك في الدنيا، عملك في الدنيا ستجده في الآخرة. لاحظ، أولئك إشارة إلى المؤمنين الداعين بالحسنتين. ووجه هذا القول، وجه أن يكون المراد المشار إليه المؤمنين الداعين بالحسنتين، أن الله ذكر حكم الفريق بكماله، فقال الفريق الأول، فقال: وما له في الآخرة من خلاق. والآن ذكر حكم الفريق الثاني، ذكر سابقا حكم الفريق الأول وذكر الآن حكم الفريق الثاني. وقيل أولئك الإشارة يرجع إلى الفريقين، يعني الذين طلبوا الآخرة الدنيا فقط والذين طلبوا الدنيا والآخرة. وقيل يرجع إلى الفريقين، وعليه يكون لكل فريق نصيب من جنس ما كسب. أولئك لهم جميعا، أي لكل فريق من هؤلاء نصيب، أي حظ مما كسبوا، يعني من الخير والدعاء بالثواب والجزاء على الدعاء بالدنيا من جنس ما كسب ودع. والله سريع الحساب. ذكروا في معنى الحساب أن الله تعالى يوم القيامة، يعني يوم القيامة، ماذا يعني سريع الحساب؟ ذكروا من معاني سرعة الحساب أن الله جل وعلا يوم القيامة يعلم العباد، كل العباد المؤمنين والكافرين، يعلم، يخلق في قلوبهم علما ضروريا، يعلم العباد بما لهم من حسنات وثواب وأجر، وعليهم من عقاب ووزر. يخلق في قلوبهم علما ضروريا، بمعنى
أن الله تعالى يخلق العلوم الضرورية في قلوبهم يوم القيامة بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها، وبمقادير ما لهم من الثواب وعليهم من العقاب، وبذلك تكون سرعة الحساب. كل الخلق في لحظة واحدة بطرفة عين يخلق في قلوب الكل، فيعلم كل أهل المحشر، كل واحد يعلم ما له من الثواب وما عليه من العقاب، فيكون كأنه حاسب كل واحد على انفراد. هذا معنى إيش؟ سرعة الحساب. أحبابنا، ما هي الغاية من الحساب؟ أن تصل إلى النتيجة، أن تأخذ نتيجة ما عملت. فعندما يخلق الله في قلبك ما لك من الثواب وما عليك من العقاب، أنت أخذت الآن النتيجة. وقيل إن المحاسبة، سريع الحساب، عبارة عن المجازاة، ويدل عليه قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. وقيل إن الله تعالى يكلم عباده يوم القيامة ويعرفهم أحوالهم أو أحوال أعمالهم وما لهم من الثواب والعقاب. وقيل إنه تعالى إذا حاسب عباده فحسابه سريع. ليه؟ لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقد يد وروية فكر. وصف الله نفسه تعالى بسرعة الحساب مع كثرة الخلائق وكثرة أعمالهم، قال: ليدل بذلك، بسرعة حسابه مع كثرة الخلائق وكثرة الأعمال وتباينها واختلافها، ليدل بذلك على كمال قدرته، لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولا يحتاج إلى آلة ولا مادة ولا مساعد، فلا جرم كان قادرا على أن يحاسب جميع الخلائق في أقل من لمح البصر، كطرفة عين يحاسب الخلق كله. وروي أنه تعالى يحاسب الخلائق في قدر حلب شاة أو ناقة. وقيل في معنى كونه تعالى سريع الحساب أي سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم. كيف؟ قال: وذلك أنه تعالى يسأل، لاحظ الآن في هذه الساعة، الآن في هذه الساعة يتوجه إلى الله بالسؤال والتضرع ملايين الناس، ويعطي كل سائل ما يريد على النحو الذي يصلحه في لحظة واحدة، سريع الحساب. لاحظ، تأمل. قال: وذلك أنه تعالى يسأله السائلون في الوقت الواحد، كل واحد منهم أشياء مختلفة من أمور الدنيا والآخرة، فيعطي كل واحد مطلوبة. يعني فلان طلب سيارة، وفلان طلب زوجة، ما بيعطي صاحب الزوجة سيارة وصاحب السيارة زوجة، لا أبدا، ما عنده اختلاط أمور، سبحانه وتعالى علام الغيوب جل وعلا، عليم خبير. فيعطي كل واحد مطلوبة من غير أن يشتبه عليه شيء من ذلك. هذا ظننا بالله سبحانه وتعالى بأنه سريع الحساب، سريع العطاء، سريع الإجابة، لأنه تعالى عالم بجميع أحوال عباده وأعمالهم. وقيل في معنى الآية: إن إتيان القيامة قريب والله سريع الحساب. يخبرنا الله عز وجل في هذه الآية بأن يوم القيامة قريب، فأحسنوا العمل، استعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى. الله، لا إله إلا الله. قال: لأن كل ما هو كائن وآت قريب لا محالة. وفيه إشارة إلى المبادرة بالدعاء والذكر وسائر الطاعات وطلب الآخرة. قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله يعني للتوحيد والتعظيم والتكبير في أدبار الصلوات، يعني أيام التشريق. قال: وعند رمي الجمرات
وذلك أنه يكبر مع كل حصاة من حصى الجمار. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر مع كل حصاة في أيام معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ قال يعني أيام التشريق. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي أيام منى ورمي الجمار، سميت معدودات لقلتهن، وهي ثلاثة أيام: أيام التشريق اليوم الثاني والثالث والرابع بعد يوم النحر. أولها اليوم الحادي عشر، اليوم العاشر اسمه يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق من ذي الحجة، وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وقتادة، وهو مذهب الشافعي. وقيل إن الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده، وهو قول علي بن أبي طالب، ويروى عن ابن عمر أيضا وهو مذهب أبي حنيفة. والمذهب عندنا كذلك أيام أيام التشريق، أيام التشريق، لعله في رواية عندنا في المذهب، والله تعالى أعلم. الله. قال: وعن نبيشة في صحيح مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني ممنوع الصيام، ممنوع الصيام، أيام ضيافة الله لعباده، أيام أكل وشرب وذكر الله، يعني ليس فقط أكل وشرب، كذلك أيام عبادة، قراءة القرآن، ذكر. ومن الذكر في هذه الأيام التكبير. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه، كان يكبر في تلك الأيام جميعا. وفي رواية أنه كان يكبر في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا من ارتفاع الأصوات بالتكبير. فأيام التشريق أيام ذكر وتكبير لله سبحانه وتعالى. أخرجه البخاري بغير إسناد، وأجمع العلماء على أن المراد بهذا هو التكبير عند رمي الجمار، وهو أن يكبر مع كل حصاة يرمي بها في جميع أيام التشريق. وأجمعوا أيضا على أن التكبير في عيد الأضحى وفي هذه الأيام في أدبار الصلوات سنة، أجمعوا على أن التكبير سنة، وفي الحقيقة عندنا واجب، التكبير عندنا واجب أدبار الصلاة. واختلفوا في وقت التكبير، فقيل يبتدئ به من صلاة الظهر يوم النحر، في اليوم الأول يبدأ من صلاة الظهر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، فيكون التكبير على هذا القول في 15 يوما، 15 صلاة عفوا، في 15 صلاة، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وبه قال الشافعي في أصح أقواله. إذن هذا قول عند الشافعية. قال الشافعي: لأن الناس فيه تبع للحاج، الله، وذكر الحاج قبل هذا الوقت قبل الظهر يعني من اليوم الأول هو التلبية، والتلبية غير مشروعة إلا للحاج، لغير الحاج غير مشروعة التلبية. قال: ويأخذون يعني الحجاج في التكبير يوم النحر من صلاة الظهر. وقيل إنه يبتدئ به بالتكبير من صلاة المغرب ليلة النحر، ويختم بصلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو القول الثاني للشافعي، فيكون التكبير على هذا القول في 18 صلاة. والقول الثالث للشافعي أنه يبدأ بالتكبير من صلاة الصبح يوم عرفة، ويختم به صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فيكون التكبير على هذا القول في 23 صلاة، وهو قول علي بن أبي طالب ومكحول، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال ابن مسعود يبتدئ به من صبح يوم عرفة ويختم بصلاة العصر من يوم النحر. فعلى هذا القول يكون التكبير في ثمان صلوات، وبه قال أبو حنيفة. وقال أحمد بن حنبل إذا كان حلالا يعني غير محرم كبر عقيب 23 صلاة، أولها الصبح من يوم عرفة وآخرها صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وإن كان محرما كبر عقيب 17 صلاة، أولها الظهر من يوم النحر وآخرها عصر آخر أيام التشريق. الآن ما هو لفظ التكبير؟ قال لفظ التكبير عند الشافعي ثلاثا نسقا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال وهو قول سعيد بن جبير والحسن، وهو قول أهل المدينة. قال الشافعي وما زاد من ذكر الله فحسن، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، وإلى آخره. قال فحسن، ما في أي مشكلة، لا ضرر في ذلك ولا حرج في ذلك. ويروى عن ابن مسعود أنه كأنه يكبر مرتين فيقول الله أكبر الله أكبر، وهو قول أهل العراق. مذهبنا أنه يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولكن الشائع أن يقول ثلاثا باثنتين، هذا الشائع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كل ذلك حسن لا حرج في ذلك. ثم قال وقوله تعالى فمن تعجل في يومين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.